السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة، لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. موضوعنا لليوم سيكون عن كيفية تفتيح لون الشفاه الداكنة، حيث إنه من المشاكل الجمالية التي يعاني منها الكثير من السيدات وحتى الرجال، إذ أن هذه المشكلة تشكل مصدر إزعاج لأولئك الأشخاص الذين يعانون منها، كون الشفاه من الأمور التي يجب المحافظة على جمالها، لأن لونها الفاتح الوردي يعطي للوجه جمالا وجاذبية أكثر. ويعود سبب الشفاه الداكنة إلى التعرض المباشر لأشعة الشمس ولساعات طويلة، وحتى الاختلال في الهرمونات أو الإفراط في التدخين، والإفراط أيضا في استخدام أحمر الشفاه بشكل مستمر، لأنه يكون مضاف إليه ومحمل بالعديد من المواد الكيماوية التي تؤثر على بشرة الشفاه. لذلك فكل من يعاني من هذا المشكل يبحث عن حل جذري وفعال للتخلص من اسوداد الشفاه والتخلص من لونها الداكن. أقترح عليكم وصفة رائعة جدا طبيعية 100% تعمل على توحيد لون الشفاه شيئا فشيئا بالمداومة عليها. ستستطيعون الحصول على شفاه وردية اللون بلا لون داكن. إذا لعملها سنحتاج للمكونات التالية: سنحتاج للزبادي أو اليوغورت الطبيعي، سنحتاج أيضا لعصير الخيار، وسنحتاج للقليل من الكركم. كلها مواد طبيعية تعمل على تبييض البشرة وتفتيح لونها والتخلص من السواد والتصبغات العالقة بها. أضف إلى ذلك أن الخيار يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تهدئ البشرة وتعمل على توحيد لونها وإعادة النضارة إليها وتغذيتها. إذن لنمر لعمل هذه الوصفة التي تعمل على تفتيح لون الشفاه الداكنة. إذن أول خطوة سنقوم بها هي استخلاص عصير الخيار. إذن هي المكونات التي سنحتاجها. سنعمل خلطة يعني قليلة الكمية، لأن الشفاه كما تعرفون مساحتها صغيرة ولن نحتاج للكثير من هذا الماسك. إذن لدي هنا القليل فقط، كما تلاحظون تقريبا ربع ملعقة أو أقل. سنضيف إليه ملعقة صغيرة من الزبادي، وسأضيف نصف ملعقة صغيرة من القليل فقط من عصير الخيار. نخلط الكل جيدا لنحصل على خليط بهذا الشكل. إذا بعد الحصول على هذا الخليط تقومون بتطبيقه على منطقة الشفاه وتركه لمدة تتراوح من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة، وبعد ذلك تقومون بشطف المنطقة بالماء البارد. يمكنكم عمل هذه الوصفة من 3 مرات إلى 4 مرات في الأسبوع، لكم الاختيار. كما كان يمكنكم أيضا الاحتفاظ بالباقي في الثلاجة لعمله لمرة أخرى شريطة ألا يتعدى ذلك 3 أيام، وتعاودون عمل الخلطة مرة أخرى. كما يمكنكم أيضا بالإضافة إلى هذه الخلطة أن تقوموا بدهن الشفاه بزيت اللوز الطبيعي بشكل مباشر مع عمل مساج على المنطقة، حيث أن ذلك سيرطبها ويجعلها فاتحة ويغذيها أيضا. بالمداومة على ذلك ستحصلون على شفاه وردية رائعة اللون. سيخف السواد كثيرا جدا بالمداومة والانتظام في عمل هذه الخلطة. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدهم أيضا. وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة. انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم الرائعة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.